السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقائي متابعي قناة جمهور عام الطيور؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة أصدقائي الكرام. بالنسبة لموضوع اليوم سوف نتحدث عن فوائد الدخن للطيور. الدخن أصدقائي الكرام كما ترون في الفيديو معروف بشكله الكروي وحجمه الصغير، ويوجد منه اللون الدخن الأحمر والأبيض والأصفر أيضا. يحتوي الدخن على نسبة عالية من البروتين، وأيضا يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم. أيضا يحتوي أيضا على نسبة عالية من الفيتامين ب. يعتبر الدخن مصدر جد مهم للطاقة، وذلك احتوائه أيضا على الدهون الأحادية. يسهل عملية الهضم عند الطيور، وذلك احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية. يساعد أيضا الدخن أصدقائي الكرام على علاج الإمساك، ويعتبر أيضا منشط للدورة الدموية، وذلك احتوائه على الحديد. يعمل الدخن أيضا على تقوية مناعة الطائر ووقايته من النزلات والعدوى. أيضا إخواني الكرام، يعتبر الدخن يساعد على تنقية جسم الطائر وتخليصها من الدهون الضارة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف. يحتوي أيضا الدخن على نسبة عالية من الكالسيوم التي تقوي ريش الطائر ويساعدها على النمو، بالإضافة إلى احتوائه العديد من الفيتامينات. بالنسبة لي أنا شخصيا أستعمل الدخن أصدقائي الكرام في عملية فطام الفراخ، يعتبر مهم جدا ويسهل عملية فطام الفراخ، وذلك ليونتي وسهل هضمه بالنسبة للفراخ. كان هذا موضوعنا اليوم أصدقائي الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.